هو ليه مصر اقترضت بالمليارات وبقى عليها ديون من البداية؟ ليه اقترضنا فلوس كتيرة من صندوق النقد الدولي ومن دول الخليج ومن دول أوروبية؟ هي مصر يعني بتحب الاقتراض وعايزة تبقى مديونة؟ سألنا السؤال ده لمجموعة من الخبراء، واللي أجمع عدد كبير منهم أن مصر بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو كانت طلع عليها عقوبات اقتصادية وأزمات في كل المناحي. ده كله كان محتاج مشاريع كبيرة تجيب عوائد ضخمة. طيب احنا عملنا مشاريع كبيرة وجابت عوائد ضخمة او هتجيب عوائد ضخمة؟ نحب نقولك ايوه ده حصل. تعال نقولك مثال. من يومين تم افتتاح مجموعة مصانع كوارتز في العين السخنة، واللي قال عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تكلفة المشروع بتبلغ 700 مليون دولار المرحلة الحالية والمراحل المستقبلية. مشروع زي ده هيساهم في وضع قيمة مضافة الى خام الكوارتز وتصديره بدل من تصدير الخام، وده معناه عوائد هتعوض مع الوقت تكلفة المشروع. الدولة اضطرت خلال السنوات الماضية الى الاستدانة لانجاز ما لم يكن انجازه ممكن الا بتمويل اضافي. الديون دي بالإضافة إلى تكلفتها زائد الفوائد هتدفع وفقاً لمواعيد استحقاقاتها الطبيعية حتى تنتهي تماماً. اللي هيفضل هي المشروعات اللي تم إنشائها واللي بتجيب عوائد هتدفع منها الأقساط أول بأول، وبعدين تحقق عوائد تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي. قيس على كده كل المشاريع من المدن الجديدة ومشروعات الإسكان والمصانع ومئات الآلاف من الأفدنة المستصلحة والبنية التحتية بما تشمله من طرق وكباري وأنظمة اتصالات وشبكات كهربائية وتنمية للريف من خلال مشروع حياة كريمة. مصر لما تعدي من الأزمة دي زي ما قال خبراء هتبقى في مكان تاني ودولة كبيرة فعلا.